حكومة النظام العقول أحذية القياصرة. غيرك من العقول أحذية القياصرة والسماسرة. أمثالك كثيرون، ولو كنت أظن أن مثلك سيواجهني لما قطعت هذه المسألة. تنبحون. بس يا أخي قلت لك اسكت. الثورة السورية من حق السوريين. يا أخي حق السوريين. يا أخي خليني أسألك سؤال. يا رجل خلوا عنا الواحد. يا أخي احنا خليك يتكلم. جاهدوا بكلام يا رجل. خليه يتكلم. خلص الوقت وأنت بتتكلم. يا أخي رسالة. دارك المرتزقة. اسمح لي اسمح لي. أخي وقتك اسمح لي. أنت يجب لا راح تفهم ولا الله يفهمك. خلص. يا كانت. مش الحق عليك على كل حال. صراحة الحق علي يا اخي اسكت عاد خلاص سكتنا السوريون والله شعب العظيم كأي شعب لك يا سلمي افهم افهم خلاص بقول لك اسكت السوريون شعب بس دقيقة دقيقة انا بدي اسأل يا اخي انا مدير برنامج في اربع سنين دقيقة يا اخي اسكت لك يا مش الحق عليك بصراحة الحق علي شابك اوكي الجزيرة اللي بتابعونا الان وخاصة الذين اعادوا ضبط اجهزتهم ليعيدوا الجزيرة التي حذفوها من 2011 بس شوفوا احمد الكبسي ما شاء الله دكتور فيصل ناقش موضوع الماسونية ايها البناؤون الاحرار هل انت من البناؤين الاحرار هل انت ماسوني بشرفك هلق انت جاي من اليمن وجاي تعمل لي مسرحيات وكذا يا زلمي لك روح العب لك شغلة ثانية انا عم بسألك سؤال وكذا ماسوني انا ماسوني وصهيوني وسلفي وبراغماتي وحنفركوشي وشنكليشي وحنكليشي وقنطريشي بدأ غير هيك جميل. وصهيوني الان أوكي؟ نبدأ مثلا يلا جاوب على سؤالي أوكي. تفضل هالماسوني قط انت هل تقتنع اساسا يا اخي عم بسألك سؤال جاوبني على الواحد أيوة. ما تعمل لي شو اسمه في عندي اليمنيون بحاجه لثوره رد لي عليه ما بدك ترد خليه يروح على الضيف الاخر قال مسؤولي قال شنكليشي حاول تهدى برنامج ما يتحمشتك قل له انت حنكليشي ولا شنكليشي مشان اعرف بالضبط كيف رد عليك انت ماسوني ولا صهيوني خي رد عليه رد عليه ضيعش الوقت تفضل يلا انت جاي تتكلم على ماتشي انت ولا تتكلم على الشيخ انت يا اخي تكلم بس ما تضيع ليش الوقت انا بدي مشانك انا قدري انا نمت وهو بتكلم تفضل على فكرة كنت نايم قبل شوية يا رحمة متوقع بعد تجي مرة ثانية على البرنامج انت؟ شو يعني متوقع شو تجي بعد مرة ثانية؟ ولا استحي على حالك يا زلمة شو استحي على حالك؟ أرجو على حالك دكتور دكتور استحي على حالك أرجو أن تقرر استحي على حالك خليك استحي على حالك على حالك كمل دكتور كمل حاول كمل كمل أنت عيب الفتنة عيب الفتنة بين العرب والكرد أنت في حين ما تعرف أنه هذا مو صحيح أبو الفتنة أنتم أبو الفتنة يا دكتور كل هؤلاء الثمانية أنا أعتذر عن مواصلة البرنامج يا سيدي يا سيدي الله معك أنا أعتذر بهذا الشيء تفضل تفضل جد انت اسلوبك يا لا مش اسلوبي تفضل يا حبيبي انا مش تفضل. مش ببيت ابوك بدك تمشي تفضل حل يليق بالبيروقراطي وانت مجرد تفضل لا حل تفضل تفضل يعطيك العافيه الله يعافيك تفضل هؤلاء هم يا دكتور على مشان نشوف السوريين هؤلاء هم الذين يتبجحون بالديمقراطيه هؤلاء هم الذين يقولون نحن نموذج لكل سوريا غير قادر على سماع اسئله غير ما يحدث في تركيا بصراحة يأخذ الانطباع انك جاي من جنوب غرب حارة حندليشة الواقعة في جنوب غربي كوكب المريخ يعني مش عارف شو صاير يعني اقتصاد تركيا اندمر خليني اكمل هالسوق جملي وبعدين خليني بس اسألك يا عبد المسيح يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع فضل. جاي تقول لي تركيا تشد تهدد اوروبا وخطر وكذا طيب لو في عندهم الاوروبيين واحد بالمليار انه اوروبا تشكل خطر ارهابي عليهم هل يفوضونها الان على ادخال الاتراك الى اوروبا بدون تاشيره ولو عم تركيا الان انتخابات شبيهه كثير بالاستفتاءات اللي عملوها الجزيره على يا سلام يا سلام يا سلام لا لك يا زلمه لكن عم يحكي ليك بتاع بشار الاسد تبع 117% حافظ اسد مره جاب 117% بتعرف ليش؟ لانه طلعوا كل الاموات وصوتوا له اخو شريطه تصور يا زلمه انتوا بيصلحك انتوا انت واحد عفوا عبد المسيح انت واحد ممثل النظام السوري بحكي لك تحكي عن الديمقراطيه والاستفتاءات يا زلمه احكي لك عن شغله ثانيه بتضحك الناس علينا ولهم احنا مخلوع ومن الألفاظ التي قيلت على امتداد أربع سنوات حتى أستمر معك في البرنامج وأجيب على كل أسئلتك ما لم فأنا أضطر إلى الانسحاب انسحب وتفضل شو يعني عاوزني اعتذر من كلمة مخلوع يا سيدي يا سيدي مش مخلوع ألف مخلوع والمخلوع مخلوع يا سيدي مخلوع وحضر وحضر وطنا يا ألف مخلوع هذا يقولون هم هو هم اللي يقولون هم اليمنيين يقولون
مخلوع. طيب. علي عبد الله صالح الحمدي يقول لحظه عنه يا سيد العزيز، اذا كان علي عبد الله صالح هذا المخلوع الذي لا يريدها الشعب اليمني، هو الذي بيحرك الجيش، وهو الذي بيحرك الحرس الجمهوري، وهو بيحرك الامن المركزي وبيحرك الحوثيين، اذا من هو الرئيس الذي قاموا بثوره هؤلاء عليه؟ قاموا بثوره قتل وفاحشة وبغض وفتاوى وتفكير وتهريب الدواعش والإرهاب إلى خارج. جميل. فأنا أطالبك بسحب كلمة مخلوع. يا سيدي وإلا أعتذر لك. أخي فيصل هو أتى ليسجل هذا الموقف لكي يذهب يتجمل عند علي عبد الله صالح ويقول أنا أتيت وقلت في الجزيرة هذا الكلام. طيب ماشي، خلي ولا همك، تفضل. طيب الآن نعود إلى قلتها في البداية أنه علي عبد الله صالح كان أو يحاول منذ البداية أن يسلم إيران أو يسلم البلد إلى إيران. كمل تفضل، خذ راحتك. أولا يعني هذا هو المنطقة المشكلة. حط لي على الكرسي يا مخرج، حط على الكرسي. المنطقة المشكلة، خلينا بس دقيقة يا جماعة، هذه الكرسي كان عليها قبل ثواني يحيى العابد وانسحب من البرنامج بحجة أنه قيل عن العفاش أنه مخلوع، وهو الشعب اليمني 3/4 يقول انه مخلوع. هرب وانسحب الذي كان على الكرسي.